أعلن محمد مصالحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مفاجأة سارة لجماهير زعيم الساقة. أكد مصالحي أنه تم توقيع عقد استاد الاتحاد السكندري بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وأوضح محمد مصالحي أنه سيتم توفير كافة المميزات داخل استاد الاتحاد السكندري. وأشار محمد مصالحي أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية لنادي الاتحاد بسموحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وأوضح محمد مصالحي أنه يأمل في تحقيق كافة البطولات لنادي الاتحاد السكندري في جميع الألعاب الرياضية. وتابع سيتم عمل كارت خاص لجماهير الاتحاد السكندري تحت مسمى كارت اتحاداوي لخدمة الجماهير لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية. وأكد مصالحي أن هناك مستثمر عربي يساهم في بناء استاد الاتحاد الجديد في برج العرب. واختتم مصالحي حديثه أن تنفيذ الفرع الثالث في برج العرب سيتم على عدة مراحل، ومقرر أن يضم ملعب كرة قدم وفندقا على أعلى مستوى. وفي سياق آخر، حدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن 8 مراكز بحد أقصى في صفوف زعيم الساق تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد. وجاء على رأس المراكز حراسة المرمى الذي بات أولوية قصوى في النادي في ظل رغبة الزمالك في عدم تمديد إعارة محمد صبحي لسيد البلد واستبعاد عماد السيد من المشاركة في الأشهر الخمسة الأخيرة.